نينات تصرفات غريبة. خير إن شاء الله. بدهم يتطلقوا. شو؟ شو عم تقولي جيت؟ ما قال شي مبارح. انت شو عم تقول؟ شو يعني هالحكي؟ ايه ان استناتي جيت لحتى يحكي، بس للأسف مزبوط. عابدين اعطيني مفاتيح السيارة شوي. شو حبيبي نسيتي شي؟ بدك اجي معك؟ لا انت ما بتعرف، ما رح تلاقيها. وقعت ببرونة نجدت، ما عنده غير وحدة هون. هات شوي وبرجع لك. ماشي شوي وجاي. برافو عليك يا بنت، برافو. يلا روحي هلا اعملي نجدة تحجي لتروحوا. لك انت شو عم تحكي؟ شو بدي اعمل؟ يا ربي دخيله، نقي لك شي كذبي عندك كتير. قولي راسك عم يوجعك بده ينفجر، او قولي انك مختنقه لانك مشتاقه كتير لحبيب قلبك جنيد. انا بكرهك كتير جنيد، عن جد بكرهك من كل قلبي. انا بموت فيكي. يلا لا تزعجيني هلا، يلا بس يهدى الوضع بالبيت بتجي وبتفتحي لي صندوق السياره، فهمتي؟ افتحي لشوف. لا تخليني استنى كتير، ماشي؟ اطمنوا ما في شيء، بيتخانقوا بعدين بيتصالحوا. ها اسكر اجا قالب الجاتو. يجيت فيك تساعدني شوي تقيل؟ هو تقيل شوي لأنه طابة سلة. يلا تعال حبيبي. شو هالقالب الحلو؟ يلا اتمنى شي أمنية. يلا يا عمري اتمنى شي أمنية. تمنيت بعتها يلا. برافو. عيد ميلاد سعيد يا عمري، تعال لحتى بوسك. برافو عليك. أخ أخ هاي المفاتيح، رايح أجيب لصحون ونقطع قالب الكيك. اللي عجبك قالب الجاتو؟ أنا قايمة ساعدة شوي، أنا رح طالع لصحون. حبيبي أزجور عجبتك هديتي؟ عجبتني كتير منيح. أنا بدي روح على البيت. ليش شوفي؟ صار لازم نروح. ماشي رح نروح جولسوم. نسيتي شي يعني؟ إيه طلعت نسيانة الببرونة اللي بيحبها نجدت بالبيت. تعرف أنت إذا فاق هلأ ما رح يرضع ببرونة تانية. خلينا نروح قبل ما يفيق. كنا قاعدين ومبسوطين وبدنا نشرب قهوة كمان. معلش مرة تانية أنا فايتة أجيب نجدة من الغرفة. ماشي شكراً. كل عام وأنت بخير حبيبي. وأنت بخير. عابدين قلي من وين طلعوا بقصة الطلاق؟ ما بعرف بس بظن في بيناتهم شي تاني غير هيك. أكيد بيضلوا ساكتين. بلكي بسبب الحادث. شو دخل الحادث خالتي؟ تعرفي إنهم مرقوا بظروف أصعب من الحادث بكتير، وفوق هيك كانت موتة جيم صدمة بالنسبة إلهم. شو بيعرفني؟ وهداك جنيد قليل الشرف لساته مختفي، بتمنى شي يوم شوفه وهو عم يتعاقب على كل شي عمله. يا الله من وين طلعنا هالحاجز هلأ؟ مساء الخير حضرة الضابط. مساء النور، أعطيني رخصتك لو سمحت. تكرم. تفضل
تفضل. افتح لنا الطبون.